في البداية كنتوجه الشكر الجزيل للجمعيات المجتمع المدني على الالتفاتة الطيبة في حق واحد الفئة اللي هي مغيبة طبيعة الحال من طرف الإعلام الوطني، وما هذه الالتفاتة هي تحفيز معنوي كيحتاج أكيد العامل النظافة. عامل النظافة اللي كيتلقاه هو الصاهر على نظافة المدينة وعلى نظافة الوطن بطبيعة الحال. هذه الالتفاتة كنتمنى أن جهات أخرى أنها تلتفت على أساس التحفيز المعنوي اللي كيحتاجه بطبيعة الحال العامل النظافة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة، لأنه تواجه طبيعة الحال الوباء رفقته واحد مجموعة من المهن ومجموعة من القطاعات اللي بينات أكيد أنها هي قطاعات مهمة كالصحة كرجال الأمن كالوقاية المدنية اللي خاص ترد لهم الاعتبار بواحد الشكل، لأنهم حماتة كنعتبرهم هما حماتة الوطن. من هذا المنبر كنجدد تحية لعمال بالضبط عمال أزمور، لأنهم تلقاء من نفسهم وهذه العملية اللي حسيت بأنهم كتلمس فيهم الروح المواطنة الحقة بأنهم أضافوا صويع إضافية من تلقاء نفسهم على الأساس يقوموا بعملية تعقيم في جميع الشوارع للمدينة. وهذا الحس هذا كتلمسوا في عامل النظافة اللي ربما أحيانا بعض المواطنين سمحهم الله ما باقيين بهذاك العامل النظافة ما عارفينش القيمة ديالو. عندك واحد المثال، ربما يغيب الطبيب ما يبانش التأثير ديالو، ويغيب المخزني ما يبانش التأثير ديالو، ويغيب الموظف ما يبانش التأثير ديالو، لكن لا بغاب العامل النظافة في يوم واحد أكيد كيبان الغياب ديالو، كيسجل الآثار ديالو الوخيمة على المستوى الوطني. وكنتمنى هذه الالتفاتة تعاود تكرر وتعاود تكرر دائما، وتحية لعمال النظافة وتحية لجميع الجمعيات اللي سهرات على هذا العمل، وشكرا لكم وشكرا مجددا للإخوان. السلام عليكم. الآن كنت واجه بمدينة أزمور، قمنا بواحد العملية ديال تكريم لواحد مجموعة ديال العمال ديال النظافة وعاملات النظافة بمدينة أزمور. كما كتشوفوا الآن أمام بلدية أزمور، فهذا التكريم جاء بناء على الاخوان والاخوات اللي اتفقوا على اساس باش يديروا هذا التكريم هذا كعربون واعتراف بالجميل الذي يقوم به عامل النظافه. فارتأت الجمعيه المغربيه ما تقيش ارضيه للدفاع عن الحقوق والحريات بتنسيق مع اخوان بالجمعيه بعض الجمعيات بتنظيم هذا النشاط هذا الحفل، وتم توزيع مجموعه ديال الورود، بقت ورود على الاخوان والاخوات كعمال النظافه، وكذلك تم تعقيم من طرف الشركه ديال النظافه بعض المناطق هنا بمدينه ازمور. فشكرا لكل من ساهم من قريب وبعيد في انجاح هذا الحفل هذا، وشكرا كذلك لعمال النظافه فيستحقون الشكر والتنويه والتقدير على المجهودات اللي كيقوموا بها، وشكرا كذلك لممثلي النظافه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.